يا قمرا أبرزه مأتم يندب شجوا بين أترابي، لا تبكي ميتا حل في حفرة، وابكي قتيلا حل بالباب. أبره المأتم لي كارها برغم دايات وحجابي، لا زال الموت دأب أحبابه ولم تزل رؤيته دابي. يا قمرا أبرزه مأتم. أيها الفاسق، ألا تستحي والشيب في فوديك والموت أمام عينيك؟ أتغضب لسماع شعر أطرب به الدلال الخليفة يا أبا وهب؟ والله ما عدت دهشا لخليفة يطربه قرد ويرقصه طنبور. يا أبا وهب، أقسم إنما أغالب نفسي وأخيرها بين الجنة والنار، إنما تغلبني مباهج الدنيا وترف الحياة فأغض النظر عن الآخرة. ولا تجد حاكما يردعك. بل أجد حاكما يشجعني. انظر، هذا نتاج ما سمعت.
تبا لأمة يكرم فاسقوها ويقمع زاهدوها. يا أبا وهب، والله ما لي هذا المال تتوق نفسي وقد أمسيت ثريا. خذ خذ، لست بحاجة إليه. يا أبا وهب، أنا أعرف أنك لا تأخذ الأموال لنفسك. خذ خذ، وزعها بمشيئتك. أوزع ما هو نتاج خلاعة ومجون؟ إنما هي أبيات عشق أسمعتك إياها، ألا يحق لي أن أعشق ولي قلب ينبض؟ وماذا بعد العشق يا أبا نواس؟ لا شيء، إنما يغويني يا أبا وهب اثنان، جمال وخمرة، فمنعت الأولى وأبيحت الثانية. ومن منعك عن الأولى؟ سر أحفظه في داخلي يا أبا وهب. لم تسألني من الذي أباح الثانية؟ الذي يعطيك كيسا من الدراهم كلما نطق لسانك بالخمرة. يا أبا وهب، يا أبا وهب، خذ هذا الكيس ووزعه على من يأمون دارك كل عشية. أغناهم الله. أريد أن أكفر به عن خطأ ارتكبته. ويحك يا أبا نواس، أتريد أن تسقي الظمآن ماء ملوثا؟ هيا يا حصاني، هيا. يا قمرا أبرزه مأتم، يندب شجوا بين التراب، لا تبكي ميت الحل في حفرة. أريد الذهاب إلى بغداد. ماذا قلت يا عفراء؟ تودينا السفر إلى بغداد؟ أذهب إلى بغداد. إلى بغداد دفعة واحدة؟ شقيقتي في بغداد لم أرها منذ 7 سنوات. تشتاقين لرؤيتها ولا تشتاق لرؤيتك؟ لها من الأولاد ما يشغلها عني، ولنا من الضأن ما يشغلنا عنها. سنموت دون أن ترى إحدانا الأخرى. ها؟ ماذا قلت يا عفراء؟ لم أسمع ما قلتي. أقول سيداهمنا الموت قبل أن نجتمع من جديد. دعيني أفكر يا عفراء. تفكر بالسفر إلى بغداد؟ قلت لك دعيني أفكر وحدي. نسافر إلى بغداد. أهلا. عسى أن تكون قد وجدت ما تصبو إليه. قلبت الأمور رأسا على عقب وعقبا على رأس، فلم أجد ما يدفعني للسفر إلى بغداد. تحاول جاهدا أن تقفل الأبواب في وجهي. أنا أقفل الأبواب في وجهك يا عفراء؟ أنا أمنعك من رؤية شقيقتك يا عفراء؟ دريد أن يقفل الأبواب في وجهك؟ باستطاعتك أن ترسل بي فأراها وأعود للتو. إنها فكرة، لولا أنك امرأة. النساء يسافرن في القوافل. تسافرين دوني؟ تسافرين وحدك يا امرأة؟ تبا لحظ التعس، كل ما أطلبه منك أن ترافقني إلى بغداد. وماذا بعد؟ تعود إلى الدار وأمكث عند شقيقتي ما طاب لي المقام. وكيف تعودين؟ أعود مع القافلة. تبدين حقا أحيانا يا عفراء. الذي يمنعك من الذهاب يبيع لك الإياب. صحيح، معك حق، كل الأبواب مقفلة. أليس لديك عمل في بغداد تطوق إليه؟ في بغداد عمل؟ أن تبيع أغنامك في أسواق بغداد. أبيعها؟ وتشتري عوضا عنها عندما تعود إلى البصرة. ما دمت سأبيعها، فلماذا أشتريها يا أفراء؟ ها؟ تتاجر طمعا بالربح ونكون قد أصبنا هدفين دفعة واحدة. لن أدس أنفي في تجارة لا أفهم بها. هل تفهمين يا أفراء؟ لن أدس أنفي في تجارة لا أفهمها.
يا أبو وهب، أراك صامتا على غير عادتك. إنه حزين لفراقك يا مولاي. ما رأيك بما يقوله وزيرنا؟ أكاد أقسم يا مولاي أنها المرة الوحيدة التي يصدق فيها. هل هذا يعني بأنك حزين للفراق فعلا؟ أجل يا مولاي. وكيف نفرحك؟ أرافقك. أترافقني؟ ترافق مولاي إلى الحج؟ ولم لا؟ أتدري ما هو الحج يا أبا وهب؟ الحج يا مولاي؟ الحج يا أبا وهب ما هو؟ الحج هو أن أفعل ما تفعل. وحصانك ماذا تفعل به؟ أتركه في داري مع علفه ومائه. هذا يعني بأنك تستطيع أن تسير دون حصان. أتركه في داري ريثما ننطلق. حسنا، إن شاء الله سترافقني. الحمد لله. إلى أين؟ أذهب إلى داري، أسرج حصاني وأحضر مؤونة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انصرف. ستأخذه حقا يا مولاي؟ ما رأيك؟ أرى أنك تصطحبه إلى الحج، فإذا وصل سالما اتركه يضيع هناك. ماذا تقول؟ وإذا سئلت عنه؟ قل ضاع في زحمة الحجيج يا مولاي. وما الفائدة من هذا يا ابن الربيع؟ فائدة جليلة يا مولاي. بهذه الحالة تتخلص من عدو يبطن لك عداوته بشيء من البلاهة والجنون. خير لي أن أبقيه هنا من أن أصطحبه وأبقيه هناك. مولاي كنت تروم التخلص منه، لكن عطف مولاتي حال دون ذلك، وهي قد أتت الفرصة. عدو قريب مني وتحت أنظاري خير من عدو بعيدا عني، ولا أعرف بماذا يفكر وماذا سيفعل. يا ابن الربيع افهم لي جيدا، دعنا نزيد أحبابنا واحدا وننقص من أعدائنا واحدا، أفضل لنا. إياك يا بنواس، لقد قررت الابتعاد عنه. ولكن قليلا ما يدور. اسمع، إياك يا بنواس، أحسنت يا بنواس، فقد أثبتت أن إرادتك قوية. نعم، يجب أن تكون إرادتي قوية، ولهذا سأكافئها بكأس من الشراب. فقليل منه لا يضر. يكفي يا بنواس، نعم يكفي. هاتوا المحلل الحليب والسكر يا كار. هيا يا حصان. يا أبو وهب، يا أبو وهب. نعم، لدي من كسرات الخبز ما يكفيني ليومين. هذا خبز طازج متقن الصنع. وماذا أفعل بكسرات الخبز لدي؟ تبقيها ليومين آخرين. أضمن نفسي أن أعيش يومين آخرين يا أبا جنيد. يا أبا وهب، حدثني عن الموت. الموت؟ يكفيك بالموت أنك ستنزل في حفرة لن يشاركك فيها أحد، ويهال عليك التراب من كل جانب، وتترك وحيدا لا منقذ لك ولا معين فيما أنت فيه. خذ يا أبا وهب. أتراني من وعاظ السلاطين الذين لا يتفوهون إلا بثمن؟ اذهب عني يا رجل. هيا يا عصاني، هيا. السلام عليكم. أفراء، أين أنت يا أفراء؟
يا عفراء، أين أنت؟ هيأت نفسك للسفر يا عفراء. إلى بغداد؟ رجعي إلى بغداد. أخبريني، هل انكسرت قدمك أم فكت رقبتك؟ لا شيء لا شيء، إنني سليمة معافاة. متى ستذهب إلى بغداد؟ غدا إن شاء الله في الصباح الباكر. وكيف يكون هذا الأمر وأنا لم أحمل شيئا لشقيقتي؟ احملي لها ما تيسر من دارك. ليس في الدار ما يفي بالحاجة يا دريد. اسمعيني يا عفراء، إما نذهب غدا في الصباح الباكر أو لا نذهب أبدا أبدا أبدا. اطمئن اطمئن، سأهيئ لها من الدار. دريد، إلى من بعت غنمك؟ سأضعه أمانة ريثما أعود. إذا ما الذي يدفعك إلى بغداد؟ حاجة لا تخطر على بالي. أهي بيع وشراء؟ شيء من هذا القبيل. فيها ربح وخسارة؟ ربما يكون فيها ربح. ربح؟ دريد؟ ها؟ كيف يكون ربح بلا تجارة؟ أتود السرقة؟ ها؟ ماذا قلت يا عفراء؟ أنا سارق؟ حاشا لله، إنما كيف ستجني ربحك؟ كنت في ظل شجرة وربما غفوت قليلا، فشاهدت فيما يشبه النائم أنني في حضرة الخليفة، وقد خلع علي جلبابا وأعطاني صرة من المال، صرة من المال لا أفقر بعدها أبدا يا عفراء. أجل، واستفقت بعد ذلك؟ أجل، استفقت وصممت على الذهاب إلى الخليفة. حبذا لو تابعت الحلم لأرى ما ستعطينا من المال الذي بحوزتك. يا امرأة، القافلة ستسير في الصباح الباكر، هيا يا امرأة. ألي هذا الأمر ستترك غنمك ودارك وتذهب إلى بغداد؟ بربك، أيهما تكحل العين برؤية، رؤية شقيقتك أم رؤية الخليفة؟ ها؟ قولي. رؤية شقيقتي فهي نتاج واقع، أما رؤية الخليفة فهي نتاج حل. أفضل قسما، إن لم تسرعي لتحضير الحوائج فلن تذهبي أبدا 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 يا بغداد. هيا هيا ليس زاويش حين سار أمام الحوت، والبدر إذ هوى لانصبابي، منك أسخى ما تشح به الأنفس عند انتقاص در الحلابي، لا وبهرام تستقل به العقارب بالليل رائدا في الحساب، منك أمضى لدى الحروب ولا أهول في العين عند ضرب الرقاب. أقلت له كل هذا؟ وما أنقصت عليه حرفا. وهل صدقك فيما قلته فيه؟ وكافأني بهذا. عجبا لهؤلاء الحكام، تكذب عليهم الرعية فيكافئونها، وتصدق القول فيعاقبونها. خذ يا أبا وهب، هذه الدراهم لم يخالطها مجون ولم تمسسها خلاعة، إنما هي نتاج كذب بكذب. والله ما كذبنا بها على الله ورسوله. إذن ضعها في سرج هذا الحصان. لا يا أبا وهب، لن أضعها في جانب البلاهة منك، بل سأضعها في جانب الحكمة والرزانة عندك. يا أبا وهب، أكاد أقسم إنني لو لم أرى أولئك الصبية المشردين يأمون دارك كل ليلة لما سعيت إليك بالدراهم هذه، ورجوتك أن تبقيها عندك لتوزعها عليهم. هي أموالهم عادت إليهم. هي أموال الخليفة يا أبا وهب. قلت أموالهم عادت إليهم. ما الذي يقلقك؟ أصادرك أموالك في كل مرة وأنفقها على الفتية المشردين. إنما أنفقها على نفسي يا أبا وهب، لقد كنت يوما مثلهم، كنت مشردا عندما مات أبي، وتركتني أمي عند ذلك العطار في البصرة،
ولم أبلغ الثامنة من عمري. عشت مثل الجرذان، مثل الكلاب الشاردة. ها قد حضروا. خذ يا أبا وهب. يحيرني أمر ذلك الرجل. أي رجل يا دوري؟ الشاعر الذي ارتقيته منذ أعوام. وما حاجتك إليه؟ يصلني بدار الخليفة. وحك يا دوري، تصل إلى دار الخليفة قبل أن توصلني إلى دار أختي؟ سأوصلك يا امرأة، لكن تريثي قليلا. تريثت بما فيه الكفاية، وأنا لي أن أرتاح في دار يؤويني. هيا هيا ادفعيني يا امرأة ادفعيني. ألم نأخذ معنا مما يؤكل أو يشرب؟ يكفي ما حملناه يا عفراء، يكفي وزيادة. هيا يا امرأة هيا. كم يبعد دارها؟ اتبعيني يا امرأة اتبعيني بلا ترتر. هيا هيا يا امرأة هيا. هنا كان ورب الكعبة. وأين أمسى؟ لا أدري، كل ما أذكره أنه كان جاحظ العينين تلق اللسان. دار أختي؟ بل الشاعر، الشاعر الذي التقيته منذ أعوام. كان على وجهه مزيج من الخوف والسكر، سكر مما شرب وخوف من عسس كان يلاحقه، فخبأته وراء ظهري وادعيت أنني لم أرى أحدا. أجل. وهل هو ثابت لا يتحرك؟ أو تظن أنه طير يطير من مكان إلى مكان يا امرأة؟ بل يمشي على قدمي. أما تتحدثين؟ ألا تحدثني عن الشاعر؟ بل أحدثك عن دار أختك. هيا 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 بنا، إن وصلنا إليه أراحنا من عناء السفر وأطعمنا ما لذ وطاب من الطعام الشهي. هيا سوف أرقد إلى ما شاء لي من الرقاد. وأين ترقدين؟ في دار أختي. بل أتحدث عن الشاعر، الشاعر الذي أنقذته منذ زمن. يمرون مجنون. رب الكعبة أحدنا مجنون. السلام على مولاي. وعليك السلام يا ابن الربيع، ما وراءك؟ كنت أشرف على إعداد الموكب الذي سيرافقك إلى الحج يا مولاي. وأنا حاجياتي الشخصية جمعتها بنفسي. قل لي يا مولاي، هل أنت جاد باصطحاب أبي نواس إلى الحج؟ بالتأكيد، لعله يتوب فيقلع عما هو عليه. وبهلول؟ أبو وهب، لست متأكدا بعد، ولكني أميل إلى اصطحابه، فهو يؤنسنا بدعابته ويفيدنا ببداهته وحكمته. ما بك يا ابن الربيع؟ كأنك لا تريد ذلك. ما دام مولاي يريد ذلك فله الأمر. نعم أريد. اسقني واسق يوسف مرة الطعم قرقفة. وضع الزق جانبا ومع الزق مصحفا. واحسي من ذا ثلاثة واتل من ذا أحروفا، خير هذا بشر ذا.
وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ بلغ السيل الزبه. لقد حذرتك يا بولاي، لم أكن أتصور أن المأمون يصل إلى هذه الدرجة من التحدي، فيدعي بأن لديه وصية من أبي مفادها أن الجيش والمال له من دوني. ما بك يا مأمون؟ أي وصية هذه التي يدعيها والوصية معي؟ لقد أشعل فتيل الحرب بيننا. لا يا ابن الربيع، لا، لا أعتقد بأن المأمون وراء هذا، بل هناك من يوسوس له ويخرجه على الصراط المستقيم، ولا أشك بأن وراء هذا هو الفضل بن سهل. وذا الذي لاحقني عندما جئتك بالجند والمال يا مولاي؟ كان يريد أن ينتزعها منك ويعطيها لأخي، يله من داهية أرعن. لا يفل الحديد إلا الحديد يا مولاي. ما الذي تعنيه يا ابن الربيع؟ نجابه الحرب بالحرب. أشهر وصية أبي ممهورة بخاتمه؟ هذا أول الغيث. ولكن كيف أشهرها يا ابن الربيع؟ نرسلها مع رجل مؤتمن إلى الأمصار يا مولاي، فيتثبتون منها، وبذلك تصبح وصية أخيك باطلة. رأي سديد يا ابن الربيع، رأي سديد. سنبتدئ بإذن الله من الحجاز، أحملها معي إلى الحج وأعرضها هناك على الحجيج، وبعد ذلك لن تقوم لهم قائمة يا مولاي. على نفسها جرت براقش. أين عباءتك؟ قابعة في هذه السلة. هيا اذهبي واحضري لي شربة ماء. هيا بسرعة يا امرأة. من أين أتيت بهذه العباءة؟ أهداني إياه من كنت في ضيافته. خليفة؟ الخليفة، لم أحل بعد في ضيافة الخليفة، إنما أهدنيه الشاعر الذي أنقذته ذات مرة. قسما لو ذهبت بهذا إلى دارك لظنوك الخليفة بعينك. قل لي متى تصل إليه؟ إنه ينتظرني. حقا؟ قسما ورب العباد، إنه قابع في حانوت ينتظرني في السوق. يقبع في الحانوت؟ ما الذي يفعله هناك؟ يحلو له أن يأكل الخبز مبزوجا بالتمر. يا له من حاكم صالح. من تظنين يا عفراء ذا؟ الخليفة. بل أتحدث عن صاحب الشاعر يا عفراء. أهو الذي أهداك هذا الثوب؟ ومتى سيأخذك إلى الخليفة؟ الليلة يا عفراء، الليلة. وماذا تظن يعطيك بعدها؟ لا أرجو منه شيئا بعد كل هذا العذاب الذي عانيته؟ سيانة عندي يا عفراء، سيانة عندي. أخاف أن يقع بك في النهاية. أقسم إن فعلها لأصفع عنه بكفي. تصفح الخليفة يا دريد؟ بل أصفع صاحبي يا عفراء، صاحبي. أين أصحاب الدار؟ ذهبا إلى السوق لبعض الحوائج. ما بك تدورين كحجر رها؟ أضعت قصعة كانت هنا.
فيها شيء لزج يا عفراء؟ أجل. أهي قصعة سائل يوضع على النار؟ أرأيتها يا دوري؟ بل تحسستها يا عفراء، تحسستها. سنكافئك بجلباب ثمنه 3000 درهم بدلا من جلبابك هذا. ثمن جلبابي هذا من دراهمي يا مولاي. ولك مثلها يا أبا نواس لأنك أتيتنا بهذا الرجل. هكذا أطير فرحا يا مولاي. دعك من الطيران، فنحن بحاجة إليك. ستبقى في ضيافتنا إلى أن ننطلق إلى الحج. اسمع يا ابن الربيع، أعطي أمرا بأن هذا الأعرابي يدخل ويخرج علينا دون استئذان. سمعا وطاعة يا مولاي. أقسم إنك قد نلت من الحظوة لدى مولاي يا دريد ما لم أنل. إذا قم يا أبا نواس، قم اسمعنا فيرتقي حظك. أمر مولاي. هيا يا امرأة، هيا امسك امسك امسك، هيا هيا يا امرأة، القافلة ستمشي بعد قليل. هيا سلي. ما الذي أصابك يا رجل؟ لما لا نبقى هنا عدة أيام أخرى؟ أكل الذئب غنمي وتبقينا يا امرأة. من الذي أنبأك بهذا؟ حلما حلمت به. وهل تصدق ما تحلم به؟ ولم لا؟ حلمت أنني دخلت دار الخليفة وها أنا قد دخلتها، وحلمت أيضا أنني ارتديت جلبابا جديدا وها أنا ذا قد ارتديت جلبابا جديدا كما ترين. وهل بصرت بزيت يجتاح قسما منه؟ لا تكثري من الكلام يا امرأة، اشعر بها حبلة كجراب أضخم بماء دافق. عساها تلد توأما. تلد توأما؟ ما دامت منتفخة كالجراب هذا يعني أنها ستلد توأما. عن من تتكلمين يا عفراء؟ عن النعجة في دارنا. بل أتحدث عن معدتي، معدتي منفوخة كجراب. الطمع ضر وما نفع. والله ما طمعت إلا بما قسم لي ربي. أدخلتها إلى دار الخليفة فارغة وأخرجتها مملوءة بما لث وطاب. أما تتحدثين يا امرأة؟ أتحدث عن معدتك. بل أتحدث عن النعجة التي في دارنا يا امرأة. ما كنت لألتقي معك. نلتقي؟ أين؟ في القبر إن شاء الله. ما بك سكتي؟ أسكت لألم ينتاب. لألم ينتابك أم لفراق شقيقتك؟ ها؟ بل لحلم يطرأ عليك فينغص علي حياتي. حري بي وأنا الفطن أن أمنع عنها السوء. كيف؟ تصور حولها وتضعها ضمن الجدران؟ هاية جدران هذه، كان علي أن أحيطها بثوب خشن فتدفأ. وهل الغنم يلف بالقماش يا دوري؟ إنما أتكلم عن معدتي، معدتي يا امرأة. هيا يا امرأة، إنه المطر. هيا القافلة ستسير. هيا يا امرأة، هيا هيا، إنه المطر يا امرأة. هيا هيا اسمعوا يا امرأة، هيا هيا. هذه كل آثاره يا مولاي، جلباب وخفان. ما الذي دفعه أن يبقيها هنا؟ لا أدري يا مولاي، ربما أرادها ذكرى لا تمحى. ما الأمر يا مولاي؟ السلة التي وضعت فيها جلبابي أخذها بلا شك. ويحك لعله يا مولاي أخطأ بين سلته وسلتك. لا أظن هذا، وقد قلت له البارحة أن ثمن جلبابي 3000 درهم. إن كنت تريده يا مولاي نأمر بإلقاء القبض عليه. أكرمته وأطعمته فطعنني. سنجده يا مولاي حتى ولو كان في طي السحاب. أمر مولاي. الويل له، استضفته وتركته ينام في إيواني فغدرني. ترجمة
السلام عليك يا أبا وهب. أراك خارج نعيمك يا أبا نواس. أفتقده فأفتش عنه. ألا تجده في قصر مولاك الخليفة؟ بل في دارك يا أبا وهب. في داري؟ منذ سمعتك وأنت تدعو في الليل الفائت، وكان صوتك ينساب عبر باب دارك رغما عنك، شعرت بشيء يجداح كياني فارتعدت له مفاصلي فجثوت، ثم أحسست برغبة في البكاء فبكيت. أشعرت بهذا لأنك أحسست بأن المنية تقترب منك؟ لا أدري. بل تدري يا أبا نواس، لأنك بعد أن ذهب ورعك وتكالبت على الدنيا ذهبت إلى الخليفة فأنشدته ما أذهب دموعك. لم أذهب إلى الخليفة إلا لأفي دينا كان في عنقي. وما هو دينك؟ رجل من البصرة كان قد أنقذني من 100 جلدة فوعدته أن أدخله إلى قصر الخليفة. حبذا، لو لم ينقذك لنلت عقاب شربك الخمر، وحبذا لو لم توصله دار الخليفة لبقي على بساطه ولم يلهث خلف نعيم زائف. يا أبا وهب، هل من سبيل إلى التوبة؟ هات يدك. التوبة يا أبا نواس قبل أن تلقى في نار أشد من هذه بكثير، فيشوى جلدك وتشوى عظامك ولا تستطيع حينها أن تسحب نفسك كما سحبت يدك الآن. تعال معنا يا أبا نواس. ما الأمر؟ لا أدري، الخليفة يطلبك. حسنا، هيا بنا يا صاحب الشرطة. أما أنت يا أبا نواس فجرمك أنك أتيت بهذا السارق إلى داري. ومن أين لي أن أعرف سره يا مولاي؟ يا قوم، من منكم يبرئهما من سرقة جلباب هذا؟ أنا يا مولاي. كيف تبرئهما يا أبو وهب؟ أما أبو نواس فقد جاء مع هذا الرجل وهو لا يعرف أنه سارق. لكنني أدخلته إيواني بناء على الرجاء الذي قدمه إلي. يا مولاي، ذهب إخوة يوسف إلى مصر واصطحبوا معهم أخاهم فسرق، فسجن الذي سرق وبرئ الباقون. وما أنت بأفضل من نبي الله يوسف الذي حكم بأمر الله، أما أنت فحكمت بوحي من أهوائك. ما بك يا أبو وهب؟ برأنا صاحبك. اجلس يا أبو نواس، أما أنت فإلى السجن. خذا. هاي توقف، توقف، لم أكمل دفاعي بعد يا مولاي. ما بك يا أبا وهب؟ أتدافع عن رجل سرق جلبابي؟ أحاول يا مولاي، أحاول. ماذا ترون يا قوم؟ نستمع إلى حجته يا مولاي. ذهب. أكون مثل نبي الله يوسف يا أبا وهب؟ بل زوجة الفرعون يا مولاي. مولاي، يدعي هذا الرجل أنه أخطأ في سلته. أقسم أنني صادق في هذا يا مولاي، أقسم على ذلك. مولاي، إن كانت سلتك في دارك وسلته في داره فقد كذب وكنت من الصادقين، أما وقد كانت سلتك في داره وسلته في دارك فقد... فهمت عليك يا أبو حب. المهم أنه قد عاد الجلباب، ليس لارتفاع ثمنه لا والله، بل لأن فيه رقاع أنا بحاجة إليه في موسم الحج. دريد، اسمعني جيدا. نعم يا مولاي. سنعطيك هذا الجلباب
ومعه 3000 درهم. نعم الله مولاي، نعم الله مولاي. وارفع عنك يا دريد. ما هذا الحب الأعمى الذي أصابك فجأة؟ يا دريد، أنت في حضرة مولاي، ولك ما وعدتك به، أن تدخل علي وتخرج ولكن باستئذان، كي لا نقع فيما وقعنا به من شبهة. أدابك الله يا مولاي. أما أنا يا مولاي فأهب الدراهم لهذا الرجل الطيب. يكفيني أن يعفو الله عني إن كنت من الكاذبين.